انتبهوا مين عم بتصاحبه. احيانا انت بتكون حبه نظيفه بتصاحب واحد حبه منا نظيفه فبتصير مثله احيانا، لانه المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يا ما في ناس، ليش ما شفتك بالدرس يا محمد؟ الشيخ انا تعرفت على واحد جديد يعني عم حاول شده فقضيت معه السهره. بعد شهر شهرين هداك الجديد الحبه اللي منا نظيفه شو عمل بمحمد؟ هو شده لمحمد على البليار وعلى الأرجيلة وأحيانا على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. انتبهوا مين عم تصاحبه.